بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وزير البريد والاتصالات السيدات والسادة الرؤساء المدراء العامون أعضاء الصحافة المرئية والسمعية والمكتوبة والإلكترونية أيها الحفل الكريم أيها الجمع الكريم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات أرحب بكم وأشكركم على قبول هذه الدعوة وتشريفنا بحضوركم. أنا أسمع همساً ولمزاً في آخر القاعة وأعلم أن بعض الأشخاص مستاءة مني لأنني لم أذكرهم في بداية هذا الخطاب. نعم، أنتم الأعضاء المنخرطين في الجان، أنتم الذين آمنتم برسالة الجان، أنتم الذين انخرطتم في هذه المسيرة. لن أرحب بكم ولن أشكركم على حضوركم، لأنكم في الحقيقة أنتم من تستضيفون هذا المنتدى وما نحن إلا ضيوف عليكم. نستمد قوتنا من دعمكم ونستلهم خطانا من توصياتكم. نحن بكم ومنكم ومن أجلكم، ولولاكم ما كان ليكون الجان، ولولاكم ما كان لهذا المنتدى أن ينعقد، ولولاكم ما كان لصوت الناشطين في الرقميات أن يصل إلى أعلى مستوى. لذلك كله فلن أرحب بكم، ولكن سأزف لكم رسالة قلبية، والرسالة التي تخرج من القلب لا بد لها أن تستقر في قلوبكم. أقول لكم وأنتم جميع الأعضاء الذين حضروا والذين لم يسعفهم الحظ في الحضور معنا اليوم، أقول لكم شكراً على ثقتكم، شكراً على ثقتكم، شكراً على ثقتكم. لا تسأل ماذا يمكن أن يقدم لك وطنك، ولكن اسأل ماذا يمكن أن تقدم لوطنك. تعرفون هذه المقولة، إنها لمقولة للرئيس الأمريكي، رئيس أمريكي جون فيتزيرالد كينيدي، الذي قالها في حفل تنصيبه في 20 جانفي 1961. أريد اليوم أن أصحح هذه المعلومة سي كمال. الرئيس كينيدي اقتبس هذه المقولة من الكاتب الكبير جبران، خليل جبران، الذي قالها من قبله بعشرات السنين. لكنني لم أسق هذه العبارة في كلمتي لأنصف هذا الكاتب الكبير ولا لأصحح معلومات صديقي كمال، لكن لأقول للسيد الوزير أمامكم جميعاً أن هذه المقولة لا تنطبق في قضية البنية التحتية الرقمية، لأنها قضية دولة بامتياز، وهو دور مناط بالحكومة ولا يمكن أن يقوم به أشخاص أو أفراد لوحدهم. لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الأخيرة لتحسين تدفق الإنترنت في الجزائر، والتي مكنت بلادنا من التقدم بثلاثين مرتبة في آخر تقرير لموقع سبيد تيست، حيث كما يعلم الجميع انتقل التدفق الأدنى من 2 إلى 10 ميجا وبدون رفع الأسعار. فالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات الجان بصفته ممثلاً للمتعاملين الرقميين في الجزائر يثمن هذه الجهود التي ستعود بالتأكيد بالفائدة على المواطن وعلى المؤسسات والهيئات بصفة خاصة. لذا فيجب الاستمرار في هذا الاتجاه وبقوة، لأن الوقت ليس في صالح الجزائر،
مع إقرارنا بوجود إكراهات تقنية وإدارية واقتصادية. إننا في التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات على استعداد تام للمرافقة والمساعدة في أي جهد يهدف لتسريع التحول الرقمي للبلاد. وكما كان هدفنا دائماً هو المساهمة في تذليل كل الصعوبات وتوفير الجو المناسب لكل الفاعلين في هذا المجال، فإننا لم ندخر جهداً في تواصلنا مع القطاعات الوزارية المعنية التي نشكر لها حسن تعاونها معنا قصد الوصول لكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الجزائر في المجال الرقمي. وكما عودتكم دائماً أعيد وأقول وأؤكد أن الجان ليس هيئة معارضة وليس أيضاً بمنظمة موالية. لا ننتقد الأشخاص ولا الهيئات، دورنا في المقام الأول هو خدمة هذا الوطن. نشكر المحسن حين يحسن، ننبه على الأخطاء ونقترح الحلول. لذا يبقى التجمع على عهده مواصلاً في منهجه في التنبيه والتحسيس أن العديد من الورشات والمشاريع لا تسير بالسرعة المناسبة، ولذلك أثر سلبي واضح على المشهد الرقمي. فلا زالت رقمنة الإدارات والخدمات الحكومية لا تسير بالوتيرة المطلوبة، كما نأسف لعدم استعمال الرقم التعريفي الوطني في تشبيك مختلف الخدمات الحكومية وكذا تجميعها في منصات موحدة، والاستفادة من التصديق الإلكتروني الذي قدمت الدولة استثمارات كبيرة لتحقيقه دون أن نرى تطبيقه على أرض الواقع بالرغم من جاهزيته. كما لا تزال جهود تعميم الدفع الإلكتروني غير كافية، خصوصاً مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة عبر البطاقة الذهبية لبريد الجزائر ودور ذلك في التحول الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية مع كل المنافع الاقتصادية المتأتية من ذلك. إن رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الإنترنت الحكومية وطبعها على الورق. أعيد، إن رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الإنترنت الحكومية وطبعها على الأوراق. الرقمنة هي الاستغناء عن الورق نهائياً. والسيدة إبراهيمي مديرة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني التي شرفتنا بحضورها اليوم قد تحدث عن ذلك بإسهاب حين استضفناها في الطبعة الثانية لهذا المنتدى، وكان عنوانه إدارة بصفر أوراق. وفي هذا المجال أريد أن أحيي باسم أعضاء مجلس إدارة الجان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لاكناس الذي أصبح يقدم مجمل خدماته عبر الإنترنت، هذه الخدمات التي يستفيد منها المستخدمون والمستخدمون أو الأجراء على حد سواء عبر كامل التراب الوطني وبأريحية تامة à travers la télédéclaration. ندائي أيضاً، وهذا مهم جداً، ندائي أيضاً إلى جميع المسؤولين الذين يتعاملون بإيميلات ديزيميل مستضافة في خوادم أو سيرفرات خارج الوطن مثل الجيميل والياهو والهوت ميل، إن المعلومات التي تتبادلونها عبر هذه الرسائل الإلكترونية وخاصة ما يتعلق منها بشؤون الدولة إنما تقدمونها على طبق من ذهب لعدوكم، فلا تستهينوا بالأمر خاصة في الوضع الجيوسياسي الحالي حيث أن الحرب الإلكترونية في أوجها. وقد سمعتم كيف أصبح الحلفاء يتجسسون على بعضهم البعض، فما بالك بالأعداء. في الأخير
يجب أن أوجه شكري الخالص لشركة جيزي الراعي الرسمي لهذا المنتدى والذي يرافقنا على مدار السنة. I would like also to thank Huawei for being our sponsor for this edition. Thank you very much. في الأخير أقول إن الحق يحتاج إلى رجلين. إن الحق يحتاج إلى رجلين. رجل ينطق به ورجل يفهمه. ونحن كلنا ثقة فيكم سيدي الوزير أنكم ستغيروا إلى الأحسن واقعنا الرقمي. نشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة وتشريفكم لمنتدى رقمنا. جانس أونا سوموس. شكراً على حسن استماعكم.